في عام 1995 سميت بشركة الكرامة العامة، لترتبط عام 2008 بوزارة الصناعة والمعادن وتتوجه نحو تنفيذ المشاريع الخدمية فضلاً عن مشاريعها التي تعتمد على الطاقات المتجددة والصديقة للبيئة، كونها تمتلك كادر علمي مؤهل البحوث والدراسات والتصاميم التطبيقية لمشاريع إنتاجية متقدمة، وملاكات ذات خبرة عالية في الإنتاج والتشكيل واللحام والسباكة الدقيقة والدرفلة والتنعيم والتفريز وموازنة الأجزاء الدوارة والمكابس والقوالب والأفران الحرارية. للحاجة الملحة إلى وجود مؤسسة علمية تكنولوجية تخصصية في العراق تقوم بتقديم الخدمات والاستشارات الفنية المتعلقة بالتقنيات اللا إتلافية المختلفة للصناعة العراقية، استحدثت شركة الكرامة عام 2009 مركزاً للفحوصات اللا إتلافية لتقديم خدمات التدريب والتأهيل والفحص بالتعاون مع برنامج رعاية العلماء والمهندسين العراقيين، والذي تم افتتاحه فعلياً مطلع عام 2012. ويعتبر هذا المركز مفخرة فنية للشركة كونه الأول على مستوى العراق في مجال الفحوصات اللا إتلافية، وله الإمكانية على إجراء 8 أنواع من الفحوصات حالياً، وستعمل الشركة على تطويره ليشمل فحوصات أكثر في المستقبل القريب. نجحت شركة الكرامة في تنفيذ العديد من المشاريع، كان أبرزها مشروع المضخات الإروائية العاملة بالطاقة الشمسية لخدمة القطاع الزراعي، ومشروع الطاقة الشمسية التي تستخدم في المنازل وحسب احتياج المستهلك، وتتراوح قدرتها بين 5 إلى 30 أمبير، مستخدمة بذلك أحدث التكنولوجيا في الخلايا الشمسية ومحطات التوليد ومن مناشئ ألمانية ونمساوية، ومشروع آخر لتصميم وتنفيذ المضخة الإروائية التي تعمل بطاقة الرياح وتستخدم في المناطق الصحراوية المفتوحة خاصة في محافظتي الأنبار والمثنى ومناطق الفرات الأوسط. وللشركة إمكانيات هائلة في تنفيذ المشاريع وخاصة مشاريع البنى التحتية في البلد، وهي تخطو بخطوات سريعة للمشاركة في بناء وإنماء الاقتصاد الوطني.